اتمختري وتميلي يا خير ورؤوسي وقفتي.
ياسين يا ياسين، اهلا وسهلا مرزوق افندي. فين سعاده الباشا؟ في الجنينه. طب خليهم يجيبوا لي اسبرينه كوبايه ميه وحتى ابوك. ما شاء الله ابراهيم، اسبرينه كوبايه ميه اوام. ايه الحكايه؟ حكايه؟ مصيبه كبيره، مصيبه سودة. يا ندمتي، جرى ايه؟ خبر ايه؟ ايه الحكايه مرزوق افندي؟ ليلى، ليلى بنت سعاده الباشا. مالها؟ جرى حاجه؟ طبت يا ستي، طبت. يا لهوي، طبت منين؟ من سلم؟ من شباك؟ لا لا، من عربيه؟ من حصان؟ طبت في الامتحان، في الامتحان. صوتت؟ ايوه يا ستي صوتت. اتفضلوا الجرنان اهوت. لا حول ولا قوه الا بالله. يا خساره تعبك يا ليلى، يا خساره سهرك يا ليلى. تعبك يا ليلى وسهرك يا ليلى ما كانش في الدروس. بص كملي انتي. ودخلت ثعلب يحتال في كبرياء. بصي كويس، فتحي عينك. ودخلت ثعلب يخي يختال في كبرياء. اهو كده يختال، مش يحتال. يحتال يعني داخل ينصب، انما يختال يعني يسهو فخرا، يعني يمشي معجبا، يعني منفوخ، يعني فرحان بروحه قوي. انت فاهمه؟ ايوه يا فندم، يعني ماشي يتأمع. مظبوط، ماشي يتأمع. ولو نتأمع دي الفاظ طباخين، ما تأمعش الا البامية والفاصوليا، لكن ماشي يتأمع. أمعكم عفريت أزرق. عادي كملي انتي. فتى 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 فتملك الغيط من الأسد. ايه؟ فتملك الغيط من الأسد. تملك الغيط؟ ايوه يا فندم، مكتوبة كده. مكتوب كده ازاي؟ تملك الغيط؟ في اسد في الدنيا بيملك غيط؟ ليه؟ اسد ايه؟ من اعيان؟ اسد صاحب اطيان؟ فتملك الغيظ من الاسد. الغيظ يعني الاسد كان هيفرقع عن الغيظ. بص يا بنت توهية، حاجة على ايه؟ على خيبتكم السوداء؟ ايوه صحيح يا بنات، انتم ولا ناس الادب. اهدى، اتفضل يا استاذ، رايح الكرسي بتاعك. اتفضل. لا انا مبسوط كده، ثم انا ما كلفتكيش تشتميهم على لساني. انت اللي قللت الادب. اقعدي. لا كده. اقعدي. حاضر. كملي انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له، وقال له. لكن يا فندم. نعم، ايه تاني؟ هو الاسد بيتكلم؟ ما بيتكلمش، لكن وزاره المعارف عايزاه يتكلم. الاسد بيتكلم، بيتكلم. اقعدي. خلاص خليه يتكلم. كملي انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له يا ابلة. ابلة؟ الاسد قال للثعلب يا ابله. مكتوب كده والله. الله يقصف عمرك يا ابله، يا هني يا حمار، يا مغفل، مش يا ابله. وعند الحالات يا ابله وتيتا وحمبل وطنط. عادي يا ابله. كملي انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له يا ابله. ويلك ويلك ويلك. بصي احسن قطع فيكم ادفعكم واحده واحده. ويلك ايه يا بنت؟ ويلك ويلك يعني نهارك اسود يا ثعلب، نهارك منيل يا ثعلب. فانا النهار اسود ومنيل معاكم. اخ ايه دي؟ لحد النظر بعتها لحضرتك. بعتها لحضرتي؟ ليه؟ عشان ايه؟ حضرتك سيدي يا استاذ حمد. سلام عليكم. تعالوا يوسف. يا استاذ حمام، انا كنت فايت بره وسمعت اللخبطه البطاله في المطالعه بتاعتك دي. بصراحه انا مش مبسوط ابدا. واحده واحده يا حاج الناظر، كتر خير الدنيا. انا استلمتهم عدمانين قوي، دول ما كانوش بينطقوا عربي خالص، دول كانوا زي اولاد الاعوام. لا لا لا، انا عاوز نتيجه احسن من كده. اتفضل استمر في الدرس بتاعك. حاضر يا فندم. قال له ويلك، كملي. قال له ويلك. يا استاذ حمام. يا فندم. ايه العلبه دي؟ يا فندم دي العلبه اللي سعادتك بعتها لي. انا بعتها لك؟ ليه؟ غاويك قوي بهديك بعلب؟ يا فندم العفو، هما البنات اللي قالوا لي كده. والله الفصل كله حبس 3 ايام ومن غيرك. بس ثم لازم البنت الملعونه اللي عملت الفصل البايخ ده وحيدها سودة. اهو كل يوم بتلاحظ النظر. امبارح حطوني في جيب الجاكيته فار كاوتش مربوط بدباره بنديله. لانك مهزأ، لو كان لك احترام في عينيهم ما كانوش يلعبوك الكوره. انت مسخة، انت ما تنفعش في مدرستي، انت مرفوض. لكن يا حضره الناظر. مرفوض، تعال سلم عمتك. يا حضره الناظر مفيش حاجه.
زي الحلبة. مبسوطين دلوقتي؟ ادي احنا بقينا في الشارع، ادي احنا بقينا في الغيط، كويس كده؟ يا خسارة يا خسارة خسارة في حبايب عينيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. روح الله يخرب، لكن يخرب ايه؟ ده خرب بيتي أنا. روح الله يسامحكم. انت شهريتك 600 قرش، النهارده 10 منه تستحق 200 قرش، ساحب 175 باقي لك 25 اهم. كتر خيرك، بس لو تسمع سعادتك. مع السلامة. هو بس اتفضل. لكن نهارك سعيد. سعيد سعيد قوي. وانت يا ليلى حضني كراريسك، حضني كتبك بتاعة اللغة العربية، انك لازم تنجحي في اللغة العربية. انا من دلوقتي ورايح عايزك تعتصي باللغة العربية. أبجد هوس حطي كلام، شكل الأستاذ بقى منسجم. أبجد هوس حطي كلام، شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنمل ونطير. أستاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنمل ونطير. والمكر فينا طبع جميل، قلنا لا لا يعني النعمون. أبجد هوس حطي كلام، شكل الأستاذ بقى منسجم. جاء زيد او حضر عمرو، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. ان جاء زيد او حضر عمرو، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. والمبتدا هنجيب لك خبر، ومن نظره واحده هيصبح ادم. لو ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا، انا اللي هصبح في خبر كانا بدل ما هي رعاق صرمون. كويس قوي، بس بقى من فضلك دلوقتي فهمي اصحابك دول، بدينا نشوف شغلنا. حاضر يا استاذ. اسمعي يا فيفي، روحوا انتوا بقى دلوقتي وكلميني في التليفون بعد الظهر عشان الكونفرنس. بس خلي بالك لو كنت هتكسبي مني زي المره اللي فاتت. لا ما تخافيش. طيب اربع اربع اربع. ودلوقتي بقى نخش على الجد، قولي لي هو حضرتك وصلت في النحو لحد فين؟ كله يا استاذ، المقرر كله حافظاه مية. انا بس مش عارفه ايه اللي كان لخمني يوم ما رحت الامتحان. بتحصل كتير، ارتباك، اضطراب، حالات نفسيه. لا والممتحنين يا استاذ وشوشهم كده مش حلوه، حاجه ما تفتحش النفس، ما تشجعش التلميذه على انها تبين شطارتها. كمان ما يقدرش يقولكم رقاصين عاملين تواليت عشان يفتحوا نفس التلميذات. لا رقاصين ولا تواليت، بس يعني وشوش سمحه. اهو واحد زيك انت يا استاذ، بطيبه قلبك اللي باينه في عينيك ودمك الخفيف ده، لو كنت وقفت قدامي يوم الامتحان كنت خدت 50 على 50. ايوه ما هو. قولي لي يا شطرة، انت تعرفي اخوات كام؟ امال يا استاذ ما اعرفهمش ازاي؟ طب دي اسئله بتاعت سنه تانية. الا قولي قابله. نعم.
انت متجوز؟ الله يلي. عازب؟ ايوه. ليه؟ خلينا في اخوات كنا. اخوات كنا يا مدموزيل. احنا خلينا في اخوات كنا. ايوه. قولي من فضلك. كنا. ايوه. ويا ما كنا. لا لا لا. يا ما كنا. يا ما كنا دي في كتاب الف ليله مش في كتاب النحوي. عامل معروف يا مدموزيل. خلينا في الدرس. كنا. كنا. ايوه. اصبح. مظبوط. اضحى. ايوه. امسى. كويس. بات. ظل ما زال ما برح ما فتئ ما انفك الا يا استاذ. نعم. ما انفك دي تبقى ايه؟ يعني مثلا اقدر اقول ساعه ما انفك زرار الجاكيته. لا 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 جاكيته ايه؟ ما انفك مش يعني انفك من بعضه. يقولوا ما انفك زيد يمشي، يعني فضل زيد يمشي لحد ما حفيت رجليه. ما انفك عمر ياكله، يعني عمر عجبه القلب فضل يرص في اللي قدامه وبلط على الصينيه ولزق في كرسي السفره. يا سلام، شوف حضرتك بتشرح ازاي بشكل ظريف بتوضيح جميل. اه دلوقتي فهمت، يعني اقدر اقول من فك سوسو يحب فيفي. ايوه ممكن ممكن، بس يعني لو كان سوسو ده يحب البلحه مثلا يحب اخاه يكون احسن، يكون احسن. انا بقول يعني مثلا مثلا اقدر اقول كمان من فكت ليلى. ايوه تستلطفه. ما شاء الله، شوف شكلك بقى عالي ازاي يا استاذ فراخ. حمام يا سعاده الباشا، اسمي حمام. اوه حمام فراخ زي بعضه. وانا حكلك بقيت كويس خالص، بقيت ابن ناس. ايه وصلتوا في دروس النحو لحد فين؟ لحد اخوات كانا يا سعاده الباشا. اخوات كانا؟ اخوات كانا دي انا اعرفها وانا لسه صغير قد كده اهو. أصبح مظبوط ما زال تمام من فك يا سلام ما فتئ أيوه من حل من حل حلت يا سعادة الباشا من حل. أنت مش عارف إن من حل دي من أخوات كانا؟ لا من أخوات كانا ولا عمك كانا ولا خالك كانا ولا تعرف مين كانا دي خال. مرزوق أفندي الراجل ده بيقول إيه؟ الراجل ده جاهل مؤكد. الله وسعادتك بتقول من حل؟ ومن الرجولين الصبح؟ من حل من اخوات كالا مظبوط. امال كنت بتنكرها ليه؟ ان من حل دي هي من اخوات كالا صحيح، بس يعني اخوات مش اخوات من اب تاني. ظريف. ظريف خالص. انا كنت اتفقت معاك على كام هي؟ اظن احنا اتكلمنا فيه 700 قرش يا سعادتك. 700 قرش ما يكفكش ابدا، انا هعملهم 15 جنيه. مرزوق افندي؟ افندي ما هقيته 15 جنيه. ربنا يطول عمر سعادة الباشا. أنا حياتي كلها ما تسويش إني أقدمها تحت رجليكي. تمن بسيط لكبر خاطرك ده. إيه الكلام ده؟ أنت يظهر مش داري بروحك، مش عارف قيمتك. بص لنفسك بصة تانية، انظر للحياة نظرة حلوة. حب الدنيا، إذا حبيت الدنيا، الدنيا لازم تحبك. أيوة معك حق. ما كانش في اتنين يكرهوا بعض زي أنا والدنيا. لكن يظهر اننا هنصطلح سوا. يبتدي بس دلوقتي احبها، يبتدي تشوف نورها، يبتدي تكتشف كمالها. ما خلو قالت لي
مش رايق، روحوا كلموني في التليفون. ها انور، ازيك يا حيرة؟ مشغولة ابدا وحياتي، انت كل شغلي، انت كل فكري. استاذ اللغة العربية يا شيخ بلا خيبة. بابا محكم رأيه اخش الملحق. انت ملحق غرامي، انت دبلوم سعادتي، انت ليسانس هنايا. بحبك يا مضروب، بحبك. جميل للي عايش فيه، له قلب
للي كلمني، للي يونسني، لروح حلوه تنقي روحي. وانت؟ ايوه انا رحت في داهيه. استنى، ما حدش يفتح الباب، انا بغير هدومي وبعدين اخد برد. يعني حيكون مين غيري يا حلوه؟ انتش عارفه خطتي يا كتكوته. اوعى تكوني انتي من صوت الكلاب اللي في الجنينه. لا بس انا اصلي تعبانه شويه. يا ندمتي، اوعى تكوني بردتي، وده برضه غطا تتغطيبه. يا سلام عليكي، ما بتسمعيش الكلام، انتي لازم تتغطي بغطا تقيل. الله، فين البطانيه؟ تعالي هنا بس، انت رايحه فين؟ هجيب لك البطانيه تتغطي تعرقي تصبحي عالي العال. انا دفيان، انا حرانه. اف يا دادا. قولي لي اعمل لك ايه؟ اعمل لك فنجان تيليو. ايوه روحي اعملي لي فنجان تيليو اوام. حاضر، من عينيا الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ده جيمي. بس يا جيمي، يقطعك يا جيمي. صدقتي بقى دلوقتي؟ يعدمك حسك يا جيمي. هو ماله صوته خشن الليله كده؟ يكونش خد زكام اخر. التيليو يا دادا، التيليو الحقيقي. حاضر حاضر، من عينيا الاثنين. ياهو يخرس بقى. انا ايوه انت سعرت الليله ولا ايه؟ اوي اوي اوي، انا يشطر مني فضل. يستحيل يستحيل. تعرف ان ما طوحتنيش؟ شويش. تعرف ان ما طوحتنيش حالا وركبت معايا؟ هجيب لك مصيبه. لما تجيبي لي 6000 مصيبه، انا مستحيل اطوعك على الطيش والدفع بتاعتنا. تعرف ان ما ركبتش حالا، انا هصرخ وهيج الدنيا واقول انك بتحركني علشان اطفى شويه. تصرخي تلطمي تصوتي، مفيش فايده. كده؟ كده. يا بابا. اسكتي. هتركب؟ اركب. بترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف. عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف. تسمحي لي كلمة واحدة؟ قول يا نور العين. بدي أعرف، نفسي أعرف، إحنا رايحين فين؟ رايحين على البلد اللي اتجمع شمل العشاق، نفرح ونغني ونودع عهد الأشواق. رايحين على البلد اللي اتجمع شمل العشاق، نفرح ونغني ونودع عهد الأشواق. والله أنا حاسس. إيه؟ لا مفيش. أحاسس بإيه؟ قول ما تخبيش. حاسس بمصيبة جياني. يا لطيف يا لطيف. مصيبة ما كانتش على بالي. يا لطيف يا لطيف. حاسس بمصيبة جياني. يا لطيف يا لطيف. مصيبة ما كانتش على بالي. يا لطيف يا لطيف. يا حمام، أنا عايزة حاجة. حاجة إيه؟ حاجة تاكلي؟ أكل إيه؟ أمال عايزة إيه؟ عايزة أكل، عايزة فني، عايزة بوتك، مش عارفة ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. جبتك معايا عشان تقسمني ليلة هنايا وفجر غرامي، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة امالي وهنا ايامي. جبتك معايا عشان تقسمني ليلة هنايا وفجر غرامي، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة امالي وهنا ايامي. علشان انتي انتوي بالنار ولا احد الدنيا، وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا دهوتي. علشانك انت انتوي بالنار ولا احد الدنيا، وادخل جهنم وانشوي واقول يا دهوتي. علشان انتي انتوي بالنار ولا احد الدنيا، وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا دهوتي. علشانك انت انتوي بالنار ولا أحب الدنيا، وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا دهوتي. عشانك انت انكوي من النار ولا أحب الدنيا، وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا دهوتي. عشانك انت انكوي من النار ولا أحب الدنيا،
وقلبه هنم وانشوي واصرخ واقول يا دهوتك. الخط طربوش سيب الطربوش حكايه ايه ما تخافش اديها الطربوش هتشيله عندها واحنا خارجين هتديه لك تاني الاصول كده اصول كده قضي الاصول كمان على عليها الجزمه انا اخش فيها بس بقى ما تعملش كده تعال اصلي ما عنديش طربوش غيره لو راح طب اسكت بقى ما تكسفناش ده منطقة لحضرتك على نار تفضل تعالي هنا احنا جايين هنا نعمل ايه بس اسكت شوية يا حمام ثم بدي افهم انا الاستاذ انور اللي بسأل عنه يطلع مين ليلى تعال تعال روح قلبي هي اللي بتضحك دي ايوه ايوه هي دي ايه هو يعني ايه دي حلوه قوي ايوه حلوه قوي ودمها خفيف قوي بس انا جايبك هنا عشان تخلصها مش عشان تبصبص لها لكن دي حاجه تهوس خالص لا 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 يسخر انت يسخر مش نافع ابدا لا ازاي دلوقتي تشوف أنا برضو
مش فهم التهاني وحلفك بشبابي تقلي لنا بك يوم ولا نبني ان جيت في يوم وما حبتني اكذب عليا ولا تقولي مالكش دعوه، وانت اللي فرحان بمزاحمه الستات عليك، حسابك هيكون معايا انا. ومعايا انا كمان يا بتاع اللي قبلها وقبل اللي قبلها. ايه البلاوي دي؟ حضرتك تبقى مين؟ تتحشر ليه؟ انا ابن عمها. ايوه ابن عمها. ابن عمها؟ ابن عمي؟ ابن عمي ازاي؟ ايوه انا ابن عم. ايوه ابن عمك، فوتي قدامه، فوتي يا جن مصور. هو ايه اللي ابن عمي؟ انت ابن عمي منين؟ ابن عمك غصب عن حبة عينك، فضحت العيلة، سودت وش ابن عمك، اتفضلي تعالي. استنى عندك، اللي هياخدها من هنا انا هكسر دماغه. اتفضلي معايا. انا ما اعرفكش. انا ابن عمك. لا انت مش ابن عمي. لا انت كبرتها قوي. لا اسكت انت كمان. طب خلاص بطلي. يا استاذ. نعم. هو صحيح عبد الوهاب هيغني دلوقتي؟ ايوه هيغني قطعه من الروايه اللي بألفها له. وموضوعها ايه الروايه دي؟ موضوعها انه الانسان اللي بيحب حب عظيم ومن صميم القلب ما يقفش في طريق سعاده حبيبته، بل بالعكس حتى إذا كانت حبيبته بتحب شخص غيره. الله، ده موضوع هايل جدا، دي هتكون رواية عظيمة جدا. دي هتكون رواية بايظة، رواية ملهاش طعم. بتقول إيه يا حمام؟ وطبعا هتكون رواية بايظة وبيخة كمان. في حد في الدنيا يكون بيموت في حبيبته وبيتفرج عليها وهي مع غيره؟ مؤكد، وينبسط ويفرح لها كمان. ويضحي بنفسه في سبيل سعادتها. لا 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 لا، ده كلام فارغ قوي. يبقى مين اللي ألف الروايه دي؟ طيب انا حديلك مثل بسيط. قدامك المدموزيل الحلوه دي، لا سنك من سنها ولا انت من وسطها ولا يوجد اي تقارن بينكم. ايوه صحيح، مفيش. لنفرض مثلا انك بتحب المدموزيل مثلا. ايوه يا استاذ. ايوه
ايوه ازاي يا استاذ؟ يا ستي بقول مثلا يا خلاص نزلت. ايوه استاذ. لنفرض انك بتحبها حب عظيم ومن صميم الوجدان. ايوه استاذ. ايوه ازاي يا استاذ؟ ده مش ممكن يا ستي. بقول لنفرض وخلاص. شفتي جاب المأذون؟ ايوه وجدان من صميم الاستاذ. ايوه استاذ من صميم الوجدان. ولنفرض مع الاسف الشديد انها ما بتحبكش، بتحب شخص اخر. طبعا. وانا كنت عميت. صحيح. هل في الحاله دي انت يا محب يا مخلص، علشان خاطر انانيتك وحب ذاتك تقف في سبيل سعادتها؟ لابد انك تضحي بنفسك علشانها، كما قال الشاعر: وقل لمرادي ان تكون هنيئه ولو انني ضحيت نور حياتي. ولاد البلد بيقولوا اذا كان حبيبك في خير تفرح له. افرح له، لازم افرح له. لكن اذا كان حبيبك ده بتاع كباريهات بتاع اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها لا باردون، ساعتها يجب عليك انك تتداخل، تمنعها، تنقذها. ولما يكون شاب لطيف ظريف طيار مثلا. طيار ما اذا كان طيار بقى ده يطير اللي قدامي. عبد الوهاب بدأ أغنيته. Thank you.
قفلتها بتصحى دموعها في خدودي تسبح في الفضا شاغل شغلني عن حطب عودي وهبت وجودي علشان عمري وعمري ما عشت لوجودي ضحيت هنا يا فداه وحعيش على ذكراه هايم على دنيا زي الضحى لكن عشق
الجسد فاني، عشق الجسد فاني. متقولش كده يا أستاذ، بيحبني أنا لدرجة الجنون. مسكين، لكن ده مش ممكن، مش معقول. مش معقول ليه؟ كتير من المؤلفين طرقوا الموضوع ده، وأنا عالجته في كثير من رواياتي. في الضحية البريئة. ميرسي يا أستاذ، متشكرة. ما الدنيا إلا مسرح كبير. أستاذ حمام، مالك؟ جرى لك إيه؟ لا ما فيش حاجة أبدا، بس الجو كان مكتوم شوية، وقلنا عبد الوهاب ده كمان يجرح القلب. أنا مستوي خلقة. لا لا لا، أنا غلطانة، أنا مش فاهمة، صدر مني كلمة كده غصب عني، أنا كنت بهزر معاك. أرجوك يا أستاذ، إذا كنت أسأت إليك تسامحني. أسأتي إلي؟ أنت بالعكس أحسنتي إلي. أنا كنت زي اللي اتولد أعمى، ما حسش بنعمة النور. أنت الشعاع اللي أرسله ربنا عشان ينور ظلام قلبي. من حبك أنت حبيت الحياة، كل حاجة تسعدك أصبحت تسعدني، وإذا كنت بلوم نفسي على شيء، وأرجوكي تسامحي، وكوني طمعت في أمل ما كانش يصح زيي إنه يفكر فيه أبدا أبدا. أستاذ حمام، أنا طيران الدنيا يا طيارة بتاعت الطيارين، وهو راح فين الجن المصور ده اللي طلع لنا من تحت الأرض؟ لازم روح. روح ده زي ما حمار، أنا لو كنت محله ما كنتش أتنقل من هنا المغفل ده. أنا هنا والحمد لله اللي ما اتنقلتش من هنا. أعذرني يا أستاذ حمام، أنا بلوم نفسي على كل اللي صدر مني، أنا ما كنتش فاكر إنه بالشكل ده. وأنا وحياة عينيا يا أستاذ حمام، ما كنتش اعرف ان شعورك ناحيتي حيوصل لكده، ولا كانش يخطر ببالي اني استحق منك العطف الكبير النبيل. استاذ حمام، انا عاوزك تفهم كويس ان يستحيل ابني سعادتي انا على تعاستك انت. يستحيل يستحيل. وانا ااكد لك ان مركزي اتغير خالص دلوقتي، ومش ممكن افكر في الجواز الا اذا سمحت لي انت. وانا كمان يا استاذ مش ممكن افكر في الجواز الا اذا سمحت لي انت. طيب احنا مش في كده الوقت، احنا في الباشا اللي لازم نلحقه قبل ما يصحى من النوم وتبقى مصيبه. ربنا يتقل في نومه ويخمده لحد ما نوصل بالسلامه. اتفضلوا اطلعوا. اتفضل يا استاذ اتفضل. لا لا لا، الديريكسيون هنا. الديريكسيون ده بعدين. ضحيت هنايا فداه. وحعيش على ذكراه.